إذا مشاهدينا لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من غزة مراسلة الغد نيفين إسليم. إذا نيفين، كيف يبدو الوضع في ظل تشييع جثمان القيادي في حركة الجهاد والذي اغتيل صباح اليوم الثلاثاء من قبل غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي؟ كيف يبدو الوضع في غزة؟ ما هي ردود الفعل وما المتوقع خلال الساعات القادمة؟ نعم، يعني الوضع في غزة الآن يعني يشيع جثمان الشهيد القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا على وقع خروج رشقات صاروخية من نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وهذه الرشقات الصاروخية تطلقها الفصائل من داخل القطاع كرد أولي على عملية الاغتيال التي نفذها الجيش فجر هذا اليوم. حركة الجهاد الإسلامي قالت أنه لا يوجد لديها أي حسابات حتى اللحظة تمنعها من رد على عملية الاغتيال، ومتوقع بعد انتهاء التشييع أن يكون هناك رد قوي من داخل قطاع غزة، وهذا ربما ما أكده الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي حيث قال أنه بعد انتهاء التشييع سيكون لكل حادث حديث، وسيكون بعد قليل بيان لغرفة العمليات المشتركة للفصائل، وهذه الغرفة تضم كافة الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية. وقالت الجهاد إن الرد سيكون مشترك بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية بعد التشاور. سنرى بعد قليل ماذا ستقول غرفة العمليات المشتركة، لكن بكل الأحوال حركة الجهاد الإسلامي لن تفوت عملية الاغتيال دون رد، خاصة أن هذه العملية هي كانت عملية مزدوجة بذات التوقيت، استهدفت عضو مكتب سياسي لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق ونتج عن محاولة عملية اغتيال واستشهاد نجله وأحد المرافقين. وبالتالي حسب محللون سياسيون مقربون من حركة الجهاد الإسلامي قالوا قبل قليل إن عملية الرد قد تكون أيضا من خارج قطاع غزة وليس فقط من داخل القطاع، لكن حركة الجهاد الإسلامي سيكون أو سيخرج منها رد قوي يكافئ هذه الجريمة الإسرائيلية أو يكافئ عملية الاغتيال، خاصة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي والشهر الماضي كان يروج عبر إعلامه بخطورة هذا الرجل الذي تم اغتياله فجر هذا اليوم، حيث وصفته إسرائيل بأنه ثالث أخطر شخصية على الاحتلال الإسرائيلي بعد حسن نصر الله وسليماني. وبالتالي كانت إسرائيل تخطط لاغتيال هذا الشخص، وحسب وسائل إعلام إسرائيلية أنه قبل أسبوع بالتحديد تم اتخاذ قرار باغتيال بهاء أبو العطا، وكانت إسرائيل وصفته بأنه هو المسؤول عن إطلاق الصواريخ التي باتت تخرج الفترة الماضية من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية. كافة الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة حملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تبعات هذا التصعيد. هناك سيناريوهات عدة اليوم مفتوحة داخل قطاع غزة تعتمد اليوم على طبيعة الميدان وطبيعة الرد بين الفصائل الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي. هل يمكن خلال الساعات القادمة أن يتحول هذا التصعيد إلى حرب مفتوحة كان الجميع يحاول أن يتلاشاها خلال الأشهر الماضية، أم ستستطيع بعض التدخلات الإقليمية والدولية منع حرب داخل قطاع غزة؟ الساعات القادمة ستجيب عن هذا السؤال. شكرا لك نيفين إسليم مراسلة الغد من غزة.